وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من دولة الكويت عبر الهاتف نائب رئيس البرلمان العربي سعادة النائب عادل العسومي. مساء الخير سعادة النائب، وبداية لو تحدثنا عن أبرز المواضيع التي تم بحثها ومناقشتها في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. مساء الخير أختي العزيزة. طبعا كان هناك في كلمة لمعالي رئيس البرلمان العربي ألقيتها نيابة عنه. طبعا تم مناقشة العديد مثل ما جئت بيت التغرير العديد من الأمور، وكان هناك مساعي لدفع بخطة 2030. نعم. طبعا الاجتماع الوزاري يسعى لتوحيد أمور كثيرة، البرلمان العربي يسعى للتعاون في توحيد أمور كثيرة مثل الدولية الأممية وتوفير التشريعات العربية. نعم. التي تسعى للقضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي بالذات للأسر الفقيرة، بدل ما تكون أسر تتلقى مساعدات اجتماعية تحويلها إلى أسر منتجة تسعى لأن يكون عندها مصدر ثابت للدخل. طبعا البرلمان العربي يحرص على أن يكون غريب من جميع التحركات العربية التي تسعى وتعمل وفق العمل العربي المشترك الذي نحرص عليه في البرلمان العربي، ان نكون داعمين للعمل العربي المشترك في تقديم كل ما يخص الشعوب العربيه. كما تعلمين البرلمان العربي يمثل الشعوب العربيه، ونحن نعمل بكل اخلاص في هذا الجانب لتوحيد الشعب العربي، لتكون الامه العربيه قادره على مواجهه التحديات الكبيره التي تواجهها بالذات في الايام او في الفتره الحاليه. هناك طبعا مثل ما قلت هناك تحرك عربي في موضوع التنميه المستدامه خطه 2030، هذه كلها احدى يعني الامور اللي ناقشها المجلس الاداري العربي. البرلمان العربي كان داعم لهذه الخطط، حقيقه نحن نشترك معهم في تقديم كل ما يخص الشان العربي. نعم سيد عادل، البحرين كان لها دور كبير في دعم هذه الأجندة للتنمية المستدامة 2030، برأيكم أين وصلت الدول العربية في تنفيذ هذه الأجندة؟ طبعا البحرين من خلال دعم جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي عهد قيادة البحرين حريصة دائما على تبني دعم الخطط التي تساهم في التنمية المستدامة، ومثل ما تفضلت ان المكتب نحن متقدمه في هذا الجانب وحريصه على ان تكون النموذج في هذا الجانب. مثل ما هي في التقرير ان سعاده وزير الشؤون وزير العمل والشؤون الاجتماعيه تبنى هذه طرح عده امور هي خلاصه التجربه البحرينيه في الاستدامه، خاصه في ما يتعلق في الاسر الفقيره ودعمها وتحويلها الى اسر منتجه. البحرين عندها او البحرين سباقه في هذا الجانب، عندها تجربه ثريه في هذا الجانب، لذلك كان يشيد بتحرك البحرين في هذا الجانب. مثل ما قلت لك سياده مملكه البحرين حريصه ان يكون لها دور في دعم الجميع على راسها الاسر التي تحتاج الى دعم، وان شاء الله البحرين بتستمر في الدفع ودعم كل الدول العربيه من خلال استخلاص تجربه البحرين في هذا الدول. نعم بالتاكيد. عبر الهاتف كنت معنا من الكويت نائب رئيس البرلمان العربي سعاده النائب عادل العسومي، شكرا جزيلا لك.